سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. في الفيديو تاع اليوم حنهضر لكم على الاشقر النحاسي البلانك بيفغي. يجوني بزاف تاني دي ميساج عليه كيفاش نصبغوه كيفاش كيفاش كيفاش. حبينا اللون الكويفغي الاورانج، يعني هادوما. اول حاجه قبل ما نبدا لكم فيه، ننصح غير اللي عندهم بشره بيضاء فريمون بيوضه بيوضه اللي والمهم، سينو لابو تاعهم تكون قمحيه ولا ماشي فريمون بيوضه ما تجيكمش كامل شباب. زيدي غمكم هذاك اللون. انا ننصحكم تصبغوا بهاد لا مارك تاع كولر راي، بزاف بزاف هايله. يعني كاين ارقام خصيصا للاشقر النحاسي. علاه نروحوا ندو الوان بالاحمر ولا فلوغيات باش نرجعوهم احمر نحاسي ولا فلوغيات باش نرجعوه كويفغي؟ انا ننصحكم بهاد بالاشقر النحاسي اللي يخرج لكم الشباب خير من اللي ديروا احمر نحاسي، خاطش بالغسيل يولي لكم كيما قلت لكم اورانج ولا غاز ولا يولي كاع باسل، اللون كاع ماشي شباب. ولا كاين تاني في ماركه ماجيغال، ما تقولوليش ما كاش في الجزائر، راني يعني ندور في الحوانت وكاين، ما تقولوليش ما كاش ماجيغال وكاغني ولا، راهم كاينين وهذوما الالوان كاين في هاد الماركات. وانا ننصح اكثر يعني بلا مارك كولر راي ولا ماجيغال، راهم كاينين. وكولر راي ناقصه في الجزائر، يعني نطلب من الحوانت ولا لي ماغازان لهم يتبعوني جيبوها جيبوها. كان نطوروا حنا ما نعاودوش نولوا للور. كاين ماركه فيها الوان شابين كيما كولر راي، جيبوها لنا يا خوتي على حتى نقعدوا غنحوسوا عليها ما نلقاوهاش من حانوت لحانوت. هذه هي اول حاجه قبل ما نهضر على هذا الميلونج. كاين بزاف لي ميلونج اللي تخرجوا به الاشقر النحاسي. مي هذايا اللون باش يخرج لكم لازم على لون، على يكون على لون فاتح وماشي فاتح بزاف، لاخاطرش هو ديجا راهو اورانجي كويفغي. سما اذا درنا ديكاباج غير نلحقوا الرقم 7 ولا نغسلوا شعر، يعني يكون مازال شويه مازال اورانجي لدرجه السحب. تما نصبغوا فوقها، يعني ما نسحقوش كيما الرماديات ولا اللؤلؤي ولا، نسحقوا درجة السحب تكون فاتحة بزاف. هذه الحاجة المليحة فيه. مي وشنو ما يخرج لكمش على لون غامق، على لون فاتح باش يخرج لكم اللون. في الفيديو هدايا اللي راهو يدور في الفيديو هذا، بيان سور دارت سحب اللون هذه كيما نعرفوا، واستعملت رقم 644 و 48، استعملت زوج الوان وخلطتهم ودارت هذاك اللون. تحبوا اوكسيدون 30 فوليوم يخرج لكم لون فاتح شويه، يخرج لكم لون فاتح. تحبوا لون شويه ماشي فاتح بزاف، استعملوا اوكسيدون 20. نتوما تتحكموا على حساب نتوما واش تحبوا، تلعبوا بالميلونج كيما حبيتوا، المهم تكون تطبقوا القواعد هذوما. حنا كيما نعرفوا هذوما كيما فهمتكم خطره في الفيديو، هذوما كاع الارقام الاساسيه. يعني كاين تاني هنايا واحد وزوج حتى العشرة، هذوما كامل ارقام اساسيه. يعني نتوما هنا بصفه عامه هذا مكان، هادوما الوان اساسيه حنا دائما نشوفو منا. مادام حبينا نروحو نصبغو اشقر نحاسي ندو رقم 4، كل ماركه والترقيم تاعها هدايا، لاخاطش هذا هو اللي عالمي، هدايا يتبدل من ماركه لماركه. دوكاتيك انا حنهضر لكم على الصبغه كولر راي. دوكاتيك حنا باش نخيرو الصبغه قلت لكم لازم نخيرو يا 4، يعني مور النقطه رقم 4 اللي هو النحاسي، ولا مر نقطة 44 اللي هو نحاسي بصح مركز انتونس هذا مكان، ولا الى لقينا رقم 43 يعني نحاسي ذهبي، يعني يعطينا ثاني على نحاسي، ولا رقم 40 يعني نحاسي وهدايا ناتورال، يعني ما يبدلناش اللون، يعني طبيعي هدايا الصفر، يعني طبيعي يعني ما فيهش لون مضاف. هذه هي هي دائما باش يخرج لك ميلون شباب هكا، يا تخيري حاجه غامقه مع فاتحه زعما 5 مع 9 6 مع 8 انت كيما تحبي، ولا تروحين حاجه مركزه تحبي تباني فريمون يبان فيك الكويفغي من البعيد.
تروحي تدي 6 مع 9 ولا 6 4 يعني 6 44 مع 9 44 ولا 6 44 مع 8 44. والا زعما حبيتيه يخرج لك نحاسي ماشي في الكلاغ، هادو ما يخرج لك في الكلاغه اذا خضرتي هادو ما يخرج لك يعني اشقر نحاسي فاتح شويه، زعما تحبيه انت يا غامق شويه تدي هكا 5 44 مع 7 44، ولا تبغى هذا مكان 7 44 مع اوكسيدون 30 فوليوم ولا 20 فوليوم كيما تحبي انت على حسب درجة اللون كيفاش تحبيه يبان لك فاتح ولا غامق. المهم تدي نفس الكمية قد الصبغة قد الاوكسيدون، نفس الكمية باش يديري الخليط تاعك وتخلطي تخلطيهم مليح في البول، ودائما تكون حاجه تاع بلاستيك بيان سيغ ماشي حاجه تاع باش ما يتاكسدلكش. هذا ما كان كيف كيف هنايا تحبي تدي من وتخلطي من، ولا يعني انت تتحكمي في الميلونج تاعك. انا خيرت لكم هذا الميلونج ودرته لكم باش تشوفوا النتيجه كيفاش خرجت. هذه هي، الا حبيتيه جاك فاتح شويه زيدي طلعي 5 44 مع 8 44، فهمتوني؟ ولا مع 48 كيما دارت، ولا مع 8 3 ومع 43 يعني يجيك كويفغي شويه ضارب على ذهبي. هذه هي، انت خيري واش حبيتي. وكاين ثاني حاجه في كل الراي تعود تتكلخوا ما تشوفوش يعني ما تفيقوش. في كل الراي كاين هادو الصبغات تعود تغلطوا. هدايا اشقر غامق كيما تعرفوا 4 نحاسي و6 وشنو هو في كل الراي. وبخسك كيما لوريال كاين بزاف صبغات عندهم نفس الاسم، هو الاحمر باش ما تغلطوش البنات ياك. 6 الاحمر يعني يخرج لك شويه محمر اللون، وهذاك اللون ثاني ما نصحش به بزاف، غير تكون فريمون بيضه 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 يعني باش تعرفي واش حديري في شعرك. الا حبيتي النحاس تاعك يجيك كويفغي خفيف على تدو رقم 4 1 ولا 4 0 ولا 4 على بثلاثة يعني يضربك على ذهبي. وإلا حبيتي النحاسي مركز يبان بعيد حبيتي تبردي قلبك يخرج أورانج مليح دي 44. هذه هي، هذا هو، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم وفادكم اللي راهم حابين هاد الالوان اللي راهم توندونس. وهذه هي، الى الملتقى في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.